ثاني مجموعة من الشعراء توجهت إلى المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، وتحديداً مدينة العين، حيث يقع أحد أهم المواقع التاريخية وهو قصر المويجعي. بعد وصول الشعراء بدأوا بالتعرف على تاريخ هذا الصرح واللي تم تشييده منذ حوالي 100 عام في عهد الشيخ زايد بن خليفة الأول. وشهد هذا القصر ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله. يمثل القصر أحد أهم مواقع العين الثقافية والتراثية التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. وبعد ما تعرف الشعراء على أقسام القصر وتنشقوا عبق التاريخ فيه، حصل كل واحد منهم على مغلف فيه سؤال يسلم إجابته لاحقاً للجنة.